السلام عليكم، صباح الخير متابعين حساب يو كي ديلي. اليوم ان شاء الله راح نغطي لكم من اعلى برج سكني في بريطانيا، نشوفه تغطي معنا. طبعا الاطلاله اللي موجوده متوفره في البرج هذا في الدور 23 تبع شركه هيلتون للفنادق. وصلنا الدور 23، طبعا فاضي عشان الوقت اللي انا جيت فيه وقت دوامات وكذا. طبعا المكان تقريبا شبه يعني إطلالة دائرية على أطراف المبنى كاملة، حاجة حلوة صراحة. اللي يزور مانشستر لازم يجي هنا يتفرج. هذا عبارة عن كوفي شوب، جلساته حلوة وهادية وكذا. الأسعار من 3 باوند وفوق، يحتاج حجز مسبق في الويكند. طبعا المكان كبير زي ما انتم شايفين ويشيل اعداد كثيره، بس في الويكند يعني يكون وضع استثنائي فل تقريبا.